ما سعادة الأمم بكثرة أموالها ولا بقوة عروشها ولا بجمال مبانيها، وإنما سعادتها بأبنائها الذين تثقفت عقولهم ورجالها الذين حسنت تربيتهم واستنارت بصائرهم واستقامت أخلاقهم. تنتظم هذه الأيام بمدينة العلوم ندوة تحت عنوان جائزة أدب الطفل مصطفى عزوز. شخصيا حضرت بالأمس حفل الافتتاح بحضور السيدة أمال موسى، أمال الحاج موسى، وزيرة المرأة، وبمشاركة إذن مجموعة من الأساتذة الذين قدموا مداخلات تتعلق أساسا بأدب الطفل، ماذا نكتب للطفل، ما هي انتظارات الأطفال من الكتاب. ويسعدنا اللقاء هذا الصباح مع الدكتور أحمد فضل شبلول، هو شاعر وروائي من مصر الشقيقة. أستاذ أحمد فضل شبلول، صباح الخير ويومك سعيد. صباح الخير وصباح السعادة. أهلا وسهلا. إذن مشاركتك في هذه الندوة وهذا المهرجان يدخل في باب الاهتمام بالطفولة وبأدب الطفل بصفة خاصة. نعم، مشاركتي كانت عن منظومة القيم في قصص كامل كيلاني. نعم، وكامل كيلاني من رواد أدب الأطفال في الوطن العربي، ولد في القاهرة عام 1897 وتوفي عام 1959. نعم. وأنتج أكثر من 1000 قصة للأطفال، يعني بتراوح طولها ما بين الطويلة والقصيرة، يعني من أكثر الكتاب غزارة يعني جدا جدا. وأنشأك أيضا مجلة سندباد. صحيح. للأطفال كانت مجلة مهمة جدا وقت صدورها. ما هو السر في محبة الأطفال لأدب كامل كيلاني ولقصصه؟ هو أدب متنوع، يعني بنلاحظ فيه مثلا أنه هو يبقى في خيال، وفي الطفل بيجد نفسه في هذا الأدب، وأيضا بيتناول قضايا ممكن تبقى يعني من التراث. نعم. يحيي حكايات من التراث، وأيضا يتحدث عن حكايات معاصرة، اللي هو يعني في متناول عالم الطفل. وأيضا كان يترجم من الأداب الأخرى وخاصة الإنجليزية، ففي تنوع كبير جدا في إنتاجه، وهو عاش لهذا الهدف، يعني جند نفسه لأن يكون كاتبا للأطفال في سواء في سلوكه أو في كتاباته. صحيح. أستاذ أحمد فضل شبلول، أنت في المداخلة متاعك قدمت القيمة التي تنبني عليها يعني كتابات كامل كيلاني الدينية والخلقية والاجتماعية اللي تقوم عليها حياة المجتمع الإنساني بصفة عامة. نعم. ولكن ليس لوحده، يعني هناك عدد كبير من الكتاب الذين برزوا من خلال ما كتبوا للأطفال في الوطن العربي. بالتأكيد هناك العديد من كتاب الطفل في الوطن العربي، وخاصة هنا في تونس ما بين كتاب وشعراء زي ذكرنا أمس الشاعر محمد الغزي. صحيح. على سبيل المثال، ولكن كامل الكيلاني تميز بأنه بالريادة، لأنه يعني أدب الأطفال يمكن قبل كامل الكيلاني شعرا وقصة لم يكن بهذا التنوع وبهذا الحجم وبهذا يعني الإنتاج الكبير، زي ما بنقول نجيب محفوظ رائد للرواية، أيضا كامل كيلاني رائد لأدب الأطفال. نعم. وهما كان صديقين، نجيب محفوظ وكامل كيلاني، وكان يعملان معا في وزارة الأوقاف قبل أن ينتقل نجيب محفوظ إلى وزارة الثقافة. صحيح. أستاذ أحمد، التلميذ أو الطفل الصغير في المدرسة الابتدائية أو في التعليم الثانوي منجذب أكثر للوسائل الحديثة، الانترنت وهذه الوسائط وقنوات التواصل الاجتماعي، هذا ربما أثر سلبا على إقباله على الكتاب، كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ هو طبعا كل عصر وله أدواته،
أي. يعني احنا واحنا صغار لم يكن هذا متاح في عالمنا، ولكن الدنيا تغيرت، الوسائل نفسها، وسائل التواصل مع الناس تغيرت. إذن لابد أن نغير من أدوات الكتابة. بالتأكيد هذا ما كنت أريد أن أقوله، فمن الذكاء أن أغير أنا ككاتب للأطفال ومراقب لهم ولفكرهم ولحركاتهم بما يتلائم مع العالم الجديد الذي يعيشه طفل اليوم أو طفل العصر الحديث. نعم، وهذا ممكن. ممكن جدا، يعني بتقنيات جديدة، لأنه الجوال وما يحمله من إثارة والتلفزيون والفيديوهات وكل ما ينتشر حولنا ربما يبعد الطفل عن أنه يتناول كتاب من الورق ويقرأ قصة تحت عنوان مثلا الببغاء أو الأسد أو الثعلب أو الأرنب والديك، وأنت ذكرت عناوين كثيرة من أعمال كامل كيلاني. نعم. الأسد وثيران الثلاثة، الدجاجة الصغيرة الحمراء، الأمير المسحور، يعني هذه العناوين جذابة هي بالنسبة لجيلنا والأجيال اللي قبلنا واللي جات بعدنا، ولكن لهذا الجيل ترى أنها ممكن تجلب انتباه الطفل؟ هي ممكن تجذب انتباه الطفل لو غيرنا التقنية اللي احنا بنستخدمها. آه. يعني لو حولنا مثل هذه الأشياء أو مثل هذه الحيوانات والطيور وهذا العالم إلى تقنية جديدة، يعني فيها حركة وفيها موسيقى وفيها ألوان وفيها بالوسائل الجديدة التي يعني يحبها الطفل، وليس القراءة ليس في الكتب فقط، يعني ليس ممكن فيلم درامي أتثقف منه وأقرأ هذا الفيلم يعني ببصري، فالوسائل تغيرت، وعشان كده الفكر لازم يتغير، طريقة تقديم مثل هذه الأعمال يعني من الممكن أن تتغير، حتى حكايات كليلة ودمنة تحولت إلى يعني اسطوانات دي في دي، وممكن تنزل على شبكة الانترنت، ممكن تنزل على الموبايل بصياغة جديدة بإخراج فني جديد. عشان كده بقول المبرمج لابد أن يجلس مع الأديب والاتنين يطلعوا بفكر جديد لصالح الطفل وبالطريقة التي تجذب الطفل عن طريق المالتي ميديا، فده هيبقى شيء جديد وجميل، ونحيي تراثنا من خلال تحويله إلى الطريقة الجديدة التي يحبها الطفل الآن أو التي يشاهد بها الطفل الآن. نعم، شكرا أستاذ أحمد فضل شبلول، شاعر وروائي من مصر الشقيقة، أحييك، أتمنى لك إقامة طيبة بيننا في تونس ومشاركة ناجحة في الملتقى العربي لأدب الطفل، أدب الطفل ومنظومة القيم وقضايا البيئة، 30/31/24. تحية لك من برنامج يوم سعيد أستاذ أحمد فضل. شكرا جزيلا، ولكم كل السعادة والحب. شكرا، إلى اللقاء. يوم سعيد. قال ميخائيل نعيمة: عندما تصبح المكتبة في البيت